مساء الخير ضيفه على ماست فاملي هذه الليلة الكاتب الصحفي الأستاذ خير. معهم الأوروبيون يعملون جديا على فرض عقوبات على إيران. أعتقد أن الهدف من فرض العقوبات هو تفادي مواجهة عسكرية. يعني عندك حكومة إسرائيلية متطرفة يمكن أن تقدم على مغامرة. فهناك خوف أمريكي من وأوروبي من المغامرة، روح المغامرة الموجودة لدى هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. هناك مدرستان، المدرسة الأولى تقول أن لا حل مع إيران إلا عن طريق فرض العقوبات واستيعاب إيران، نظرية الاستيعاب القديمة التي كانت الاستيعاب المزدوج للعراق وإيران في أن ونظرية أخرى إسرائيلية تقول أن لابد من اجتثاث الخطر الإيراني من جذوره حتى لو كان ذلك عبر ضربة عسكرية. ولكن المشكلة التي تواجهها إسرائيل في هذا المجال أن هذه يعني أحلام إسرائيلية أكثر ما هي يعني أكثر ما هي أمور لها علاقة بالواقع، لسبب في غاية البساطة أن إسرائيل لا تستطيع الإقدام على مثل هذه المغامرة من دون دعم أمريكي وأوروبا. أستاذ خليل الخليل، هل تعتبر فعلا يعني طبعا النظرة الأولى للإسرائيلي أنه يرفض هذه القنبلة النووية الإيرانية لأنها تشكل تهديد حيوي على أمن إسرائيل، لكن بعد ذلك بدأنا نشعر أنهم بدأوا يقتنعون أن الخطر الإيراني ليس خطر حيوي لكن بإمكانهم أن يلعبوا بهذا الخطر للضغط هذه المرة على واشنطن أو لسحب الضغوط الأمريكية عن إسرائيل؟ ما لا شك فيه أن إسرائيل تلعب وتناور، ولكن أظن أن الإسرائيليين يعني تحدثوا طويلا عن هذا الخطر النووي الإيراني إلى درجة أنه يعني هذا الخطر صار راسخا في ذهن المجتمع الإسرائيلي. لم يعد في استطاعة أي إسرائيلي مثلا النوم مرتاحا بوجود هذا الخطر النووي الإيراني، ربما كان خطرا وهميا كما سبق وذكرت حضرتك يعني، ولكن من كثرة الحديث في إسرائيل عن هذا الخطر خطر وهمي، لكن تملك إسرائيل مفاعلات رؤوس نووية بالتالي الخطر بيواجه بخطر آخر. هناك توازن يعني إسرائيل عندها 200 بين 200 و 300 رأس نووي يعني فيها ترد على أي هجوم عليها بشكل يعني مخيف، ولكن يعني عمليا هناك خطر إسرائيلي دائما. من يعني يجب أن لا ننسى أن إسرائيل مهما تحدثت عن عظمتها هي دولة صغيرة وهي تعتمد في النهاية على المساعدات الأمريكية إلى حد كبير. إسرائيل حاليا هي أدخلت نفسها في لعبة لا تستطيع الخروج منها وهي الخطر النووي الإيراني. لكن هناك أيضا مشكلة كبيرة في المنطقة هي السياسة الأمريكية. هل تقبل أمريكا بأن تكون إيران قوة إقليمية في المنطقة؟ هذا هو السؤال، وتقاسم النفوذ معها هذا هو السؤال الكبير. أظن أن الأمريكيين لا يستطيعون القبول بهذه القوة المهيمنة الإيرانية. أعطي مثلا في غاية البساطة هو ما حصل قبل 20 عاما عندما اجتاح صدام حسين الكويت. يعني الكويت ذات مخزون نفطي كبير جدا، في لديها احتياطات ضخمة. صار صدام حسين بغزوه للكويت إقدامها تلك المغامرة المجنونة يتحكم بنحو 20% من احتياط النفط في العالم، وهو ما لم تسمح به الولايات المتحدة. يعني حاول صدام حسين في المفاوضات التي جرت مع الأمريكيين مباشرة وغير مباشرة في تلك المرحلة القول خذوا المشاريع التي تريدونها في العراق وفي الكويت، نحن في تصرفكم، حددوا سعر النفط الذي السعر الذي تريدونه للنفط. كل ذلك لم ينفع. في تلك المنطقة ممنوع أن تكون هناك قوة مهيمنة يعني ذات أطماع واضحة. يعني مثلا يكفي في قضية الجزر الإماراتية الثلاث وطريقة تعاطي إيران مع هذا الموضوع
للتأكد من أن إيران دولة ذات طموحات كبيرة وذات أطماع في مقارنتك في المنطقة وفي الخليج خصوصا. صحيح، بس في مقارنتك بين ما جرى بين اجتياح الكويت والآن، الولايات المتحدة سمحت لنفسها بأن تخوض معركة ضد العراق لأنه توازن القوى كان يسمح بذلك، لكن على الأقل التقارير والعسكرية الأمريكية تخشى من هذه المواجهة التي ليس بإمكانها أن تقدم نصرا حاسما للولايات المتحدة. ولذلك هناك مدرستان، مدرسة تقول بالضربة العسكرية ومدرسة تقول بالعقوبات. وأنا سمعت من دبلوماسي غربي كبير يعني هنا عمل بريفينج بلندن، قال أنه ليس صحيح ما تقوله إيران أن العقوبات لا تؤثر، العقوبات تؤثر وهناك كل هالنفوذ في المنطقة، وماذا ستفعل بحلفائها في المنطقة يعني حلفائها العرب في المنطقة الذين يخافون صراحة من البرنامج النووي الإيراني ومن الأطماع الإيرانية. نرى الآن ما يحصل في الكويت مثلا، يعني اليوم آخر خبر من الكويت أنه ممنوع بقى الكلام عن هذا الموضوع، موضوع شبكة التجسس الإيرانية التابعة للحرس الثوري. يعني قد تكون هناك شبكة أو قد لا تكون هناك شبكة، ولكن لا شك أن إيران لديها أطماع في الخليج، لديها وجود قوي جدا في العراق. اليوم وجدنا أن إيران فرضت مثلا تحالفا جديدا لمنع الأياد أعلاوي الوصول إلى رئاسة الوزراء. طيب في تلميحك للموضوع الكويتي، وأريد أن أذكر بتصريحات وزير الخارجية الإماراتي حول احتلال الجزر الثلاث وتشبيهه احتلال إيران لهذه الجزر بالاحتلال الإسرائيلي للضفة وغزة، وطبعا استنكار الإيراني، وطبعا استدعوا القائم بالأعمال الإماراتي في طهران الاحتجاج. هل تعتبر أنه المنطقة أيضا الكويت وإمارات والإمارات تشارك هيك فجأة، أصبح هناك خلية إيرانية في الكويت وفجأة يظهر هذا التصريح، تشارك أيضا في عملية الضغط؟ الإيرانيون يوحون بذلك أيضا. ما في شيء يحصل فجأة، هي سياسة إيرانية واضحة، هي العمل على ضرب المجتمعات العربية من الداخل. لا شك أن إيران حققت نجاحا كبيرا في هذا المجال، فهي المنتصر الوحيد حتى الآن من الحرب الأمريكية على العراق. ويعني يعني الشهية الإيرانية لا حدود لها، والدليل طريقة التعامل بهذا التعالي مع دولة مسالمة مثل الإمارات. يعني الإمارات ما عم تيجي تقول لهم إنه نحن بدنا هذه الجزر الآن، عم بيقولوا تعالوا نتفاوض في هذا الموضوع لنرى من معه الحق، لننقل القضية إلى محكمة العدل الدولية، ننقل القضية إلى الأمم المتحدة، نرى من على حق من على خطأ. يعني انفتاح ومرونة من جانب الإمارات إلى أقصى حدود، ولا هناك خلايا نائمة في كل البلدان العربية. يعني أهم مكان ظهر ذلك في البحرين، والآن يظهر في الكويت، وأنا لا أستبعد أن تكون هناك خلايا نائمة في السعودية. على كل حال يعني اليمن مثل واضح صارخ على هذا الموضوع، وجود هذا العدد الكبير من الخلايا في اليمن. يعني في شغل حقيقي إيراني حقيقي، ليس لديها مشروع سياسي، حماس ليس لديها مشروع سياسي. يعني عمليا حماس في عملية هروب مستمرة إلى أمام، طيب تطلق شعارات كبيرة. بالأمس كانت هذه الشعارات مثلا أنه تقوم أنه هذه الصواريخ التي نطلقها من غزة سخطوة على طريق تحرير فلسطين. طيب حماس حاليا تقمع كل من يطلق صاروخ من غزة. عندها سوريا ما في شك مشاكل داخلية كبيرة جدا وضخمة، يعني الدولة بالنهاية على الصعيد الداخلي من النظام الناس عنده جهاز أمني قوي، يعني نظام أمنيا، ولكن على كل الصعد مختلفة، التنمية الاقتصاد وضع. طيب سوريا تحتاج هذه العلاقات مع الغرب، وطبعا الأوروبيين الأمريكيون في حاجة إلى هذه ولكن لا أظن أن في استطاعة سوريا الاستمرار طويلا في اعتماد سياسة تقول نحن قوة إقليمية بارزة في المنطقة ونحن لدينا سياسات وليس سياسة واحدة. يعني نحن من تعاطى مع السعودية نتعاطى مع إيران نفس السؤال، والغرب بيجي لعنا بيركع. الأمريكان آخر شيء بعتوا السفير، هذا الأوروبيين مثيف، نحن صرنا عن يعني عم في ويتنج ليست للزيارات لنا.
أعتقد أن هذا كلام في لا ينم عن نضج سياسي ومعرفة حقيقية بالتطورات التي تشهدها المنطقة. يعني في النهاية إذا حصل مغامرة إسرائيلية وجنون إسرائيلي، يعني إسرائيل دولة عدوانية في النهاية، يمكن لأنه لا أستبعد أن تتضرر سوريا أيضا من هذا النوع من المغامرات. طب علما أنه حتى التقارير الإسرائيلية، أما في تقارير إسرائيلية تتحدث أن إسرائيل لا تريد، ولكن تقارير حتى أمنية إسرائيلية تقول أن سوريا لا تريد أيضا، ولا حزب الله يريد، ولا أحد يريد، وبالتالي كل جعجعة الحرب هاي إعلامية يستفيد منها الجميع، كل الأطراف.